على غرار الأعوام السابقة، بدت ساحة الحرية بتعز خالية من زوارها الذين ألفتهم في مثل هذا اليوم من كل عام، وهم يرتادونها لأداء شعائر صلاة العيد. فخلو الساحة يأتي كواحد من الإجراءات التي أقرتها لجنة الطوارئ والمتمثلة بإغلاق مصليات العيد والساحات لمنع تفشي وباء كورونا. نحن في أول أيام عيد الفطر المبارك قمنا تنفيذا للسلطة المحلية، قمنا بإغلاق الساحة لمنع تفشي وباء كورونا. دعوات إغلاق مصليات العيد لم تلقى استجابة بحجم مخاطر جائحة كورونا، فهنا على سبيل المثال يتجمع المواطنون في هذه الساحة لأداء شعائر صلاة العيد، ومثلها أيضا ساحات أخرى في بعض أحياء المدينة، الأمر الذي يكشف حجم الاستهتار واللامبالاة من قبل بعض السكان بوباء كورونا، على الرغم من تسجيل عشرات الإصابات والوفيات المؤكدة بالفيروس. مع انتشار جائحة فيروس كورونا يجب كان على جميع المواطنين الالتزام بالتعاليم الصحية لا يكون هنالك اختلاط، إلا أن هنالك عدد كبير من المجتمع لا يلتزم بهذه التعليمات، وإذا كان هنالك أي إصابة سيكون هنالك كارثة على جميع الناس. خروج المواطنين اليوم لصلاة ولإقامة شعائر صلاة العيد يدل على غياب الوعي لدى المجتمع، كما ينبئ بحدوث كارثة قادمة ستأتي ما لم يلتزم المجتمع بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي. غياب التعامل الصارم من قبل السلطة بالمحافظة ضد المستهترين بالإجراءات الوقائية وعدم إغلاق منافذ المحافظة هي واحدة من الأسباب التي دفعت المواطنين إلى عدم تنفيذ بقية الإجراءات، ومنها إغلاق المصليات والمساجد ومنع التجمعات خصوصا في هذا العيد. تجاهل الالتزام بالإجراءات الوقائية يكشف عن غياب الوعي المجتمعي، حيث يشكل ذلك الخطر الأبرز في ظل جائحة كورونا التي قد تنزلق إليها المحافظة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.